سجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل ألف حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى احد عشر حالة منها ستة حالة تتلقى العلاج في المستشفى وست حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1785 حالة